تعيش غزة معركة الطوفان ونعيش في تونس منذ أكثر من سنتين زلزال الفاروق. إسرائيل نجحت في تدمير البنيان وقتل المدنيين، وبطل زلزالنا جرف كل الموجود السياسي بعد نسف قاعدته الدستورية. صواريخه على منصاتها مستعدة للإطلاق، لا نحو الكيان اللقيط بل نحو أبناء شعبه. الحاكم الفاسد والمستبد يتقاطع موضوعيا مع مصالح الصهيونية، واستمراره استمرار لمصالحها. لا يغرنكم تشدقه بالحق الفلسطيني، فهو الذي منع تجريم التطبيع، وهو الذي جلس وزير دفاعه إلى جانب وزير دفاع الكيان في قمة للناتو، وهو الذي فتح خطا مباشرا مع تل أبيب لجلب الحجاج الصهاينة، وهو الذي نمى التبادل التجاري في عهده مع العدو إلى أكثر من 3 مرات، وهو الذي امتنع عن مقابلة وفد لحماس، وهو الذي امتنع عن منح الجنسية لزوجة الشهيد محمد الزويري. الانقلابات تقتات من الصهيونية ومن ربيباتها فلا تغتروا. الحاكم السلطوي يجنح بكل شيء ويدخل الفساد على كل أمر، وحين يفسد الحاكم المتسلط التعاقد ويحنث باليمين يكون قد خان الأمانة وفقد كل ما يصله بالشعب، وإن تحدث باسمه ونسب نفسه إليه وأنكر نسبة من لا يرى رأيه إليه. ومن خان الأمانة لم يجنب اللغة خيانته، تراه يعبث بكل شيء فيغير ما تعاهد عليه الناس، فإذا خيانته وطنية، وإذا اعتراض مخالفيه عليه عمالة ونقدهم له مؤامرة وخيانة. جعلنا كالدواب، شغلنا ليس نضالا من أجل حرية أو حداثة سياسية أو عدالة اجتماعية أو كرامة وطنية أو نصرا للقضية، بل ضمان حياتنا إلى يوم غد بعد أن تركنا ودولته نحارب الجوع والمرض بلا سند. عجز ودولته عن توفير أدنى الضروريات، فلا حليب ولا سكر ولا رز ولا خبز ولا دقيق ولا بنزين، تمنع هناك بقوة القصف والدبابة وتفقد هنا بالعجز والشعوية. عاجز عن إشباع البطولة فتوجه إلى إشباع الغرائز. الشعوب العربية قلوبها معلقة بغزة تنزف عليها دما، وحكامهم منشغلون بتثبيت كراسيهم بمسامير يدقونها في جماجم الناس. استيطان الأعداء في فلسطين ليس أشد خطرا من استيطان الحكام في الدول التي يحكمونها. تعلموا الرجولة من محمد الضيف ويحيى السنوار وأبي عبيدة، برجولتهم كانوا الزعماء والقدوة. أما زعماؤنا فلأنهم افتقدوا معنى الكرامة، ولأنهم استأثروا بالزيت والزفت وأنواع الدمامة، ولأنهم استمرأوا وحل الخطايا وبهم لم يبقى للطهر بقايا. فإذا ما قام فينا شاعر يشتم أكوام القمامة سيقولون لقد سب الزعامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدد جديد من لقاء خاص. يسعدني أن أستضيف في هذا العدد رئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ أحمد نجيب شابي. أستاذ أحمد مرحبا بك. تحياتي لك ولكل المشاهدين والمشاهدات.